ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ومعانا الشيف المتميزه ولاء ابو حطب. كل سنه وانت طيبه يا شيف. طيبه يا هبه، صباح الفل. رمضان كريم عليك يا رب، علينا جميعا يا رب. والنهارده ايه الحاجات دي؟ النهارده حاجات بط واحنا صايمين. واحنا صايمين يا شيف. عشان نشوقكم للفطور. صباح الخير على كل مشاهدينا، وكل سنه وهم طيبين، ويا رب رمضان كريم عليهم، ويعيدوا كل سنه بكل خير على الامه الاسلاميه كلها، امين يا رب العالمين. النهارده هنعمل لكم بط بالبرتقال. معلش احنا بس بنعتذر للساده المشاهدين ان احنا النهارده الوقت بتاعنا احنا عايزين نوصل لكم ان في اكل او بطه بتتعمل، بس عشان احنا صايمين مش هنقدر نشم روائح والكلام ده، فهنخليها كده كلام. احنا مجهزين البط والمقادير هتنزل على الشاشه وكل حاجه. قولي لنا بقى هتعملي لنا دلوقتي. هنعمل الرز الاوزي. هنبدا الاول بالرز الاوزي. الرز الاوزي ده رز مشهور عندنا في بلاد الشام، وحاجه جديده برضو هنا بالنسبه لمصر، ان انت تحطي الخضار من ضمن الرز البسمتي او الرز الابيض. طبعا حاجه مفيده جدا، لو عندي حد من الاطفال ما بياكلش خضار فانا ادخله له مع الرز، دي حاجه حلوه قوي. ده بسله. نقول المقادير. كوبايتين رز. ننزل مقادير الرز. مقادير الرز، رز الاوزي. ايوه، كوبايتين رز بسمتي او كوبايتين رز مصري، بس يعني المستحب اكتر البسمتي. دلوقتي البسمتي دوت، وحوالي 100 جرام بسله بالجزر متشكل، وتوابل ورق لورا، مكسرات، رز ابيض او سمنه او زيت، ملح، قرفه، جوز الطيب، جنزبيل، حبهان مطحون او سليم. هنشوح الرز. ندي الطريقه. نبدا الطريقه. قولي لنا بقى الطريقه. الطريقه سهله جدا جدا جدا. كلنا بنعرف نعمل الرز. لا بس الاوزي ده الاوزي ده اوزي يعني. دلوقتي الرز ده هيعمل له بصلايه متقطعه مكعبات، واشوحها بمعلقه سمنه وزيت، واحط عليها ملح وفلفل، وبعد كده اديها البسله والجزر يتشوحوا معاها، ورق لورا والحبهان وكل التوابل العطريه اللي بحطها في الرز. كل ده احنا حاطينه على النار. بالظبط كده. كوبايتين الرز قصادهم 4 كوبايات ميه في البسمتي. كوبايه قصادها كوبايتين. نفس الكوبايه اللي بتعيري بيها البسمتي نفس الكوبايه اللي هتعيري بيها الميه. المصري نفس الكوبايه هي نفس كوبايه الميه. احنا عاملين النهارده بسمتي، هنحط بعد ما نشوحها. يعني ده معلش يا شيف ولاء، الرز ده بياخد نفس كميه الميه الثانيه؟ ضعف. البسمتي بياخد الضعف. يعني لو حطها مثلا كوبايتين رز عليهم كوبايتين ميه الثاني، هحط ده 4. بالظبط كده. الرز المصري بياخد كوبايه لكوبايه ونص على حسب نوع الرزايه. تمام. البسمتي بيبقى الضعف عشان طبعا الحبايه بتاعته. والبسله دي ايه مستويه؟ ده تزيين بس. لا مستويه كمان مع الرز. يعني احنا حاطين الرز وحاطين في البسله. بالظبط كده. انا شوحت الاول بصلايه بالتوابل، خليتها دبلت شويه ولونها اصفر معايا، بعد كده اديتها البسله والجزر تكمل تسويتها، ورحت حاطه الرز عليهم ومقلباهم بالتوابل والبهارات. بعد كده بروح مغطيهم لحد ما يستوي بالظبط 10 دقايق. ما بياخدش وقت خالص البسمتي. الرز البسمتي 10 دقايق. انا بسيبه كتير. لا كل ما هتسيبيه. ايوه ما هو كل ما هتسيبيه كل ما يعني كل ما يتساب كل ما يتساب هيعجن. كل ما هو في البخار هو بيكمل سواه. يعني المفروض يبقى هو 3/4 وتدفي عليه وتسيبيه في البخار بتاعه. ده البسمتي لازم، عشان الناس كتيره بتشتكي ما بتعرفش تظبط البسمتي. ويكمل سواه في البخار. بالظبط كده. ماشي. ده كده وبيطلع معانا في الاخر رز بسمتي الحبايه بحبيتها. ونزين بقى احنا بالبسله، ولازم نديها بقى لوز حاجاتنا بقى الجميله، محمر، عين جمل، الكلام ده كله. ده كده صنف الرز. شكله اصلا الوانه تحفه. لا هو ده كده الرز. كمان حلو. احنا كده عملنا الرز. نبدأ سهل وبسيط. نبدا بقى بالحاجه الحلوه بالبطايه. لو عندك عزومه بطايه النهارده اهو، والوقت يسمح لك ان انت تعملي البطايه دي النهارده. بالظبط. طبعا سريعه جدا، وهقولها طريقه تاخد ساعه بالظبط. حاجه مهمه جدا احنا المفروض نوضحها للمشاهدين. دلوقتي انا بعرف ازاي ان انا مثلا عندي عدد كام فرد وهعمله قد ايه من الحاجات دي؟ دلوقتي يعني البطايه دي مثلا هتاخد كام فرد؟ دي تاخد من 4 ل 6. يعني محدش بقى ياخد ارباع دلوقتي، لان بيبقى فيه جنب السفره حاجات كتير. فممكن اقطعها على 4، ممكن اقطعها على 6 على حسب عدد الافراد. يعني من 4 ل 6. بالظبط. اعملي لنا بقى. طبعا احنا بنجيب البطايه بنغسلها كويس جدا بالليمون والخل والدقيق،
ننضفها كويس، وبعد كده نعمل لها المارينيه بتاعها اللي هو عباره عن شرايح برتقال. طب قولي لنا المقادير الاول، المقادير على الشاشه ايه؟ بطايه بلدي حسبه 2.5 كيلو، ده صافي بعد بعد الذبح. 4 حبات كوسه، 4 حبات بطاطس، برتقال للعصير والتجميل لتزيينها، 4 حبات طماطم، التوابل فلفل اسود، ملح، بهارات فراخ، وعودين كرفس او روزماري اللي متاح الموجوده عندك، بس الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي مع البط. وانا كمان حشيها من جوه ورق عنب مع تسويه البطه جنب الرز، حاشيه ورق عنب وحاشيه فيها خضار كوسه وجزر وبطاطس. طب واحنا دلوقتي يعني مثلا لو انا عامله محشي ورق عنب احشيها ورق عنب؟ اه بالظبط، تحشيها كروم. طب انا ممكن تحشيها رز بسمتي من ده ويستوي معاها. اي حاجه انت عايزاها تقدري تحشيها فيها، فريك، رز بسمتي، رز بالكبد والقوانص، رز بالمكسرات، كل ده متاح. ينفع احشيها خضار مثلا؟ ينفع خضار ورز. كوسه وبطاطس انا حشيها بطاطس وحشيها جزر مستوي، كله ده استوى جواها. وفي كمان طريقه اللي هي بتاعت المكسرات، بط بالمكسرات، اراسيا ومشمشيه ورز وعين جمل ولوز، جميع المكسرات بقى اللي نازله بتاعت رمضان. طب قولي لنا بقى نبدا طريقتنا. غسلنا البطايه، عملنا المارينيه بتاعنا اللي هو عباره عن عصير برتقال، ليمونتين برده معصورين معاهم، لان البرتقال والليمون بيمنع الدسم خالص، بيخلي البطايه مفيش فيها دسم، تحس بحاجه. انا ملاحظه ان حضرتك بتستخدمي البرتقال بطريقه فظيعه. كل حاجه حاطه لها بحبه في حاجات اللي فيها دسم، الرنجة. حتى الرنجه هي فعلا بتشيل الدسم، بتشيل الدسم والكوليسترول اللي فيها والزفاره. انت بتحسي ان انت بتسوي كلتي حاجه مشويه تمام، وملهاش اي زفاره ولا شده ولا الكلام ده كله. تمام. خلاص غسلناها. عملنا المارينيه بتاعها، عصير برتقال، ليمون، وملح وفلفل، ورق لورا، وجوزة الطيب، وقرفة، وجنزبيل، وحبهان، التوابل بتاعتنا كلها، وحطيت معاهم الخضار، خدت تتبيلة ومعلقة بابريكا وكركم سنة صغننة عشان تدي اللون الوردي للبطة ما تتحرقش مننا. تمام. طبعا ده زينة. ده زينة، ده طبعا لازم بعد ما اخلص بحطه لما بيجي البطة بتستوي بعد ما نخلص. خالص. لكن ما ندخلهاش الفرن وهي كده. لا، احنا دلوقتي هنجيب الورق الفويل، نعمل ورقه كده كبيره، نحط فيها الخضار، ونحط فيها البطايه، ونحشيها بالورق العنب، نحط صوابع الورق العنب، نحط اي حاجه احنا عايزينها جوه البطايه، اي حشو احنا عايزينه. اي حشو احنا عايزينه. تمام. نحطه ونقفلها بالخله. تمام. ماشي. وبعد كده اروح عامله لها صدمه، حاجه اسمها صدمه على النار. نحطها في زيت ولا سمنه ولا حاجه؟ لا، صينيه بطول البطايه، نحط معاها زيت ومعلقه سمنه، واديها اللون بتاعها عشان الانسجه بتاعت البطه تمسك في بعضيها. من غير سمنه ولا لا؟ أي زيت حاجة. وسمنه. زيت وسمنه. بديها صدمه. بديها حاجه اسمها صدمه، يعني ان الصينيه بتبقى سخنه وبحمرها فيها قبل ما اديها التسويات الروستو بتاعتها. بعد ما حشيت وقفلت وعملت كل حاجه هاخدها. اديتها الصدمه، حطيتها في ورقه فويل. حطيت الخضار كله. الفها في ورقه فويل؟ فويل عشان يحتفظ بالحراره. تفضل تستوي على البخار من غير سليق. تمام. دي اسمها تسويه روستو. يعني انا الفها في الفويل واحطها في الفرن؟ بالظبط كده، هلفها بالفويل مع الخضار كل اللي انا عايزاه، يعني كل الخضار ده مستوي مع البطايه، كل ده الجزر، بطاطس، فلفل، كوسه جنبيها حواليها، كل ده من تحتيها. وهي البطايه فوقيها، فلان كل الدسم اللي بينزل والصوص اللي بينزل من البطايه بينزل على الخضار. طب احنا ما انت التتبيله كلها، يعني احنا دلوقتي ما عملناهاش مثلا عليها سمنه خالص، لان هي هتجيب الاول الدسم بتاعها. ماما والكلام ده تقول لك نحط سمنه ونعمل عشان تحط تتحمر. لا، دي اللي هي المسلوق المتحمر العادي، لكن دي روستو انت بتسويها تستوي على الدسم بتاعها. تمام. فطبعا بعد ما عملنا كده نلفها البطايه بالفويل، نحكمه كويس قوي، نحطه في صينيه، نحطي حوالي نص لتر ميه مغليه في الصينيه زي حمام بخار، وندخلها الفرن. دي على حسب البطايه هتاخد ساعه ونص، اللي هي 2.5 كيلو تاخد ساعه ونص. ساعه ونص في الفرن؟ في الفرن زي ما هي كده، تتقلب كل نص ساعه، تتقلب على يعني الشيء. انا اولع شوايه فرن بس، ولا فرن بس؟ فرن بس، واقعد اقلب كل نص ساعه، بمسك بطلع الصينيه واروح قلبه البطايه من وشها لتحت ولظهرها لتحت تاني. طب ايه الفكره؟ عشان الصدر بياخد سوا اكتر.
يعني انا دلوقتي اسوي اللي تحت وبعدين اسوي اللي فوق؟ لا انا دلوقتي تبلت وخلصت ولفيت، هخلي الصدر هو الاول في الصينيه. تمام ماشي، لان هو ده اللي بياخد اكتر وقت في السوا، الورك والظهر بيستوي بسرعه. فانت لو خليتيها على ظهرها هيستوي من هنا والصدر مش هيستوي. تمام، يعني اخليها الاول على الصدر. على الصدر. تمام، بعد ما اخليها على الصدر نص ساعه بروح قلبها واروح مخليها الظهر بتاعها تحت للنار. انت شوف شوف ولا انت ما عملتلناش الخلطه اللي هي الروز ميري والحاجات دي؟ يعني اعملها حالا. ما قلتهاش. لا يعني قلتها، قلت عصير برتقال وعصير ليمون. قوليها تاني. ماشي تاني عشان برتقالتين بعصرهم وبقطعهم تقطيع. عندك وقت كافي تعملي البطايه دي النهارده؟ هتقولي بطايه دلوقتي حالا. انا هاخدها معايا جاهزه. بجيب حبيتين برتقال واقطعهم واعصرهم بايدي كده عشان انزل الصوص بتاعهم، واخلي البرتقال موجود معايا لان انا برضو البرتقال اهو مسوياه القشر. يعني بالقشر؟ بالقشر. اه، لان هو طبقه القشر دي هي اللي بتشيل الزفاره وبتشيل اي حاجه موجوده في الفراخ في اللحمه. والله انت بصي انا كنت بحب البرتقال ان انا اكله بس. لا دلوقتي هتحطيه في كل حاجه. يعني المره اللي فاتت عملنا الرنجه بالبرتقال دي كانت تحفه بصراحه. فهو البرتقال بصراحه عامل رئيسي جدا. تمام. في الشغل. خلاص يبقى ده ال ده الصوص بتاعها. الصوص بنحط بتاعها التوابل بتاعتها اللي احنا نحط من جوه ومن بره. بالظبط، ندهنها من جوه ومن بره. تمام، وبعد كده نحشيها. هيبقى شويه صوص نسقيهم في قلب الورق العنب. نسقيه في في قلبيها من جواها. انا اهو انا هفتح لك بقى البطايه وامر لله. يا جماعه عن هضطر افتح البطايه الكحه والحاجات دي. ما تبوظهاش بس عشان الناس تشوف. انا عشان اوري بس الناس، عشان المصورين والناس دي. ده كده ده الورق العنب مستوي، حتى الورق العنب مستوي من جواها. طالع الصباع بصباعه، وادي الكوسه. ده كده الورق العنب. ممكن الكاميرا معايا بس؟ ممكن. ممكن الكاميرا ورونا ال ده كده صوابع الورق العنب الجميل. دي كده الورق العنب والكوسه. احنا عايزين مره على الهوا نعمل الصوابع الورق العنب. حاضر، محشي الورق العنب. اه محشي ورق العنب. ده بص الورق العنب طالع صباع بصباعه، يعني انت لو هتسويه بالحاله مش هتلاقيه. طب والكوسه دي محشيه ولا لا كوسه عاديه؟ لا انا حطها كوسه عاديه. كوسه عاديه. عايزه تحطيها محشيه مفيش مشكله، حطيها هتستوي. تمام، هتستوي معاها. ادي كله، حتى الخضار انا حطاه جواها، ليها طعم رهيب. الشكل تحفه. بص من جوه شكلها الورق العنب محطوط جواه والخضار شكلها تحفه جدا جدا. بس مبوظهاش مبوظهاش. هبه ناويه تاخدها وهي ماشيه عشان تبقى عليها ناس النهارده. عازم ناس النهارده. كل القناه تعزم عليها. ان شاء الله. كنت جبت لنا اثنين ثلاثه. عيني. لا نبقى نجيب ماشي خلاص كده. احنا هنحطها ساعه ونص في الفرن. من غير نار، من غير شوايه، لان هي هتستوي وتحمرها. ده تقليب كل نص ساعه. بالظبط كده. انا ما حمرتلهاش وما شغلتلهاش شوايه. تمام، هي حمرت كده على الصهد بتاع الفرن وعلى درجه حراره الفويل اللي جواها. يعني استوت وتحمرت. وتحمرت في الفويل في الفرن من غير من غير الشوايه خالص. وخلاص نخرجها بقى نجرنش بيها. نجرنش بقى، نطلع الخضار دوت. ادينا عملنا خضار سوتيه مع البط، عملنا ورق عنب، عملنا رز، عملنا رز مكسرات، اي حاجه عايزين نحشيها هنحطها ونحشيها ونقفلها ونسوي. تمام، درجه بخار الفويل موجود فيها بيخليها تستوي بسرعه. تمام، تسلم ايديك يا شيف ولاء. المنظر تحفه. انا عايزه بس اقطع شريحه حاجه تاني. اه في سمبوسه لحمه طبعا، دي اساسي طبق. دلوقتي طبق احطه جنب الرز، شرايح البط جنب الرز. اه طبق جاهز اهو. هبه دلوقتي هتقول هبه هتفطر حالا. طبق جاهز. لا هبه هتفطر حالا. انا هفضل ماسكه بس. شكل اللحمه عامل ازاي؟ دي اسمها تسويه روستو وتحفه. آه. تحفه، كانها لحمه بارده بالظبط. الناس اللي بتحبش البط عشان خاطر ان هو بيبقى متفل وان بيشد. الطريقه دي فعلا في ناس كتير قوي ما بتحبش عشان بالذات الصدر، بيقول لك عشان بيشد وناشف السليق بيخليها من كده. لكن لما تنقعيها في البرتقال والتتبيله وتسويها على نفسها تبقى طعمه زي كانك بتعملي لحمه بارده بالظبط. فشكلها بصراحه تحفه جدا والطعم رهيب. يعني اتمنى ان الكل يجرب الطريقه دي ويقولوا لي على العزومه اللي هم عاملينها. الحلقه الجايه يا جماعه كل اللي عمل البطه النهارده يقول لنا او ابعتوا لنا على بيج البرنامج، برنامج بنات حواء. لو في اسئله عايزين وصفات من الشيف ولاء ابعتوا لنا وشيف ولاء هترد عليكم.
وبرضو اللي عمل البطة، ورقم التواصل بتاعها برضو هنزله على الشاشة عشان اللي حابب يسألها على أي حاجة. شوفوا، لا ما تتأخرش الله بصراحة، يخليك، تسلمي. برضو بتجاوب على كل حاجة، أنا عارفاها كل شوية، أنا في عايزة معلومة كمان، عايزة ان ممكن مش ضروري تبقى بطة، ممكن تبقى فرخة تحشي فيها كل الكلام ده. كمان يعني كمان مش ضروري ان يبقى بطة فتعملي فيها الخلطة دي، لا ممكن يبقى فرخة احشي دي فيها. جديدة بقى. لا يعني احنا كلنا بنعمل الفراخ يا مسلوقة يا مشوية لا يا بالرز، لا حلو بقى، انا بقى لكن ممكن احنا اعمل نعملها بالجارنيش اللي انت بنفس عملتيه ده. الشغل دوت، هيبقى على فرخة. مش في امكاني اجيب بطة دلوقتي، المتاح عندي في الثلاجة فرخة، تمام هطلعها وتكون سليمة، مش عايزة متقطعة طبعا عشان اعرف احشيها، واعمل معاها كل الكلام ده واحطه في الفويل واسويه. طبعا بقى نحط جنبيها طبعا ده ضروري سمبوسة بقى، لحمة سمبوسة سمبوسة، جبنة، كلنا عارفين شكل السمبوسة، السمبوسة طبعا تحفة. دي السمبوسة الشرايح ست الكل ونحط جنبيها ديت اللي هي بتطلع في الاخر القرمشة دي، مش هتلاقيها في اي سمبوسة، لازم العجينة نفسها تبقى واخدة الزبدة بتاعتها كافية قوي عشان تديك الهشة دي تمام. ناشفة. طيب نحط بقى الحاجة كده، ومعانا لازم طبعا ناكل معاها سلطة الزبادي بالخيار مخلل. نطلع فاصل، نطلع فاصل، ممكن نطلع فاصل؟ ماشي نطلع فاصل ونرجع تاني. هذا البرنامج برعاية بطايه محشيه بورق العنب والرز الاوزي، واحنا بنشكرك يا شيف ولاء، وسلطه الزبادي، سمبوسه، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ونشوفه في حلقه تانية المره الجايه، هنعمل اكل جديد، استنونا ان شاء الله. مع السلامه، كل سنه وانتم طيبين مشاهدينا.